دعونا نذهب إلى أحد البيوت اللي تعتبر نموذج للبيت اللي دخله يسوع المسيح وشفى المفلوج. البيوت في أيام المسيح والطرقات كما ترون كانت بسيطة جدا، كانوا بيبنوها من الحجارة. هذه المنطقة طبعا لأنه منطقة بركانية، الحجارة بازلتية سوداء، والسقف كانوا يضعوا الخشب العريض أو المستدير على حتى يمسك السقف، وكانوا يضعوا قضبان ويخلطوا الطين بالقش ويضعوه على السقف. من أجل هذا كان سهل على الأربعة أنه يحفروا في السقف. البيوت طبعا فيها أدوات منزلية، هنا في الخارج مثلا في مخبز للخبز أو الطريقة اللي كانوا يطحنوا فيها الدقيق، وأدوات أخرى بتعبر عن بساطة المعيشة اللي كانت في أيام المسيح. دعونا سوية نذهب لهذا البيت إلى الداخل. يا امرأة، لقد شفيت بالمرض فلتبصر، إيمانك قد شفاك. يا بنية قومي. يسوع سيخلصنا. أيها الشاب، لك أقول قم. معجزة. هل حدثت معك معجزة؟ معجزة شفاء أو فداء، معجزة خلاص أو تحرير؟ خبرنا فنخبر الآخرين. من داخل أحد البيوت من منطقة كاترين أريد أن أتحدث عن معجزة شفاء المفلوج اللي شفاء المسيح في منطقة كفر نحوم. لكن هذا البيت يعتبر نموذج للبيوت اللي كانت في أيام المسيح كما ترونها من الحجارة والسقف، أيضا الخشب والطين اللي كانوا يصنعوه، وكيف حفر الحاملون الأربعة ودلوا المفلوج إلى هذا المكان. هذه المدينة طبعا أو هذه المنطقة كانت واحدة من المدن التسع، اسمها مش مذكور في الكتاب المقدس، لكن نعرف أن يسوع وبخ المدن، عنف المدن لعدم إيمانهن في شخص المسيح. المدن المذكورة مثل كفر نحوم، مثل بيت صيدا إلى آخره. هذا المكان بذكرنا عن المعجزة. مكتوب أنه كان يسوع المسيح يعلم، ازدحمت الناس والجماهير حول الرب يسوع المسيح، كانت قوة الرب لشفائهم. هذه القوة أي ملازمة للمسيح، وطبعا لكل شخص يخضع نفسه للشفاء. كان المسيح يعلم، فالجماهير كانت من خليط من الناس، جاءت من كل أنحاء البلاد لتشاهد هذا المعلم الجديد صانع المعجزات. الخليط من الناس أنواع كثيرة، من الناس اللي جاءوا ليستقبلوا شفاء معين، البعض جاء لكي يسمع وينتفع بكلام المسيح، لكن بعضهم جاءوا ليستمعوا فينتقدوا ويوقعوا شخص المسيح في شرك. يعني الفكرة مش إنه عاوزين يسمعوا يستفيدوا، عاوزين يسمعوا لعلهم يجدون علة في هذا الشخص المعلم الجليلي الجليل. فالمسيح كان في بيت، طبعا في بيت بطرس. هذا البيت تحول مش بس بيت للخدمة، بالأحرى تحول إلى مدرسة للتعليم، مستشفى للشفاء، وكنيسة لضم المؤمنين. وهو في هذا البيت الناس مزدحمة، جاء طبعا حاملون أربعة مع مريض موجود على سرير، حاول أن يدخلوا إلى هذا البيت، لم يستطيعوا من ازدحام الناس، فذهبوا إلى جانب البيت مثل هذا البيت، في بجانبه درج اللي بيطلع على ظهر السطح من الجهة الأخرى، وقاموا في عملية حفر. يعني كانوا في أمس الحاجة، مدركين كل الإدراك أن الشخص اللي موجود في البيت شخص المسيح قادر أن يجري معجزة، فابتدأوا في حفر السقف
وطبعا شيء طبيعي لما بيحفروا أكيد الخشب والتراب سوف ينزل إلى الأرض، لكنهم لم يبالوا بأي شيء، فدلوا المفلوج حتى وصل أمام يسوع المسيح. المفلوج طبعا كان مريض، وطبعا نستطيع أن نقول كان حي وميت في نفس الوقت. هذا المرض رمز لمرض الإرادة الروحية مشلولا وخاطئا، وصل إلى الشخص المناسب في المكان المناسب. يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه وأعاد للموت الحياة بفعل حب قائم، فشفى السقيم المقعد، أعطى الضرير البصر، أمواج بحر هدأ، جمعا غفيرا أشبع. يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه. عزيزي، أواصل حديثي عن معجزة شفاء المفلوج اللي حدثت في كفر نحوم، لكن أنا موجود في بيت اللي يعتبر نموذج للبيوت اللي كانت في كفر نحوم. طريقة البناء طبعا والسقف يعبر عن الرسالة الواضحة وكيف دلوا المفلوج إلى هذا المكان. جاءوا إلى يسوع المسيح الشخص المناسب. ماذا فعل يسوع؟ ما فعله كان طبعا بمثابة صاعقة لبعض المستمعين والمشاهدين لهذه المعجزة. عندما رأى هذا المفلوج كان عليه أنه يعالج شيء أهم. قال له: يا بني، مغفورة لك خطاياك. أي هذا الشخص نال الغفران. هذا أثار غضب بعض المتدينين الفارسيين. لماذا يتكلم هذا بتجديف؟ لا يقدر أحد أن يغفر الخطايا إلا الله، وهذا كلام صحيح. فقال لهذا الشخص: مغفورة لك خطاياك. ثم هذا المريض نال الشفاء. قال: لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان على الأرض، لك أقول قم احمل سريرك وامشي. فأيد سلطانه وكلمته لإقامة هذا المفلوج، وتأكيدا أنه يقدر أن يغفر الخطية، لأنه عرف المرض والداء الأصلي في هذا المفلوج. لك أقول قم، نال الشفاء، حمل السرير. السرير هو علامة مرضه. هذا السرير أصبح برهان صحته وسلامته، وأصبحت مصدر قوته، يعني نقطة الضعف في حياته أصبحت مصدر قوة. فشفاء، نال الغفران، وأيضا نال الشفاء. لكن لأنه أنا موجود في هذا النموذج من البيوت القديمة، أريد أن أتكلم عن الحاملون الأربعة. بصراحة يعني بتلمس القلب في نبل وشهامة هؤلاء الأربعة، والمحبة والبذل والتضحية اللي قاموا فيها تجاه هذا المفلوج. لما شافوا الجماهير مزدحمة حول الرب يسوع المسيح، وكان طبعا صعب جدا وغير ممكن أنه يدخلوا إلى داخل البيت، عملوا أشياء يمكن تكون مناقضة للعادات. صعدوا على ظهر السقف من فوق، من الدرج السلم الخارجي، ونقروا السقف ودلوا المفلوج بحكمة واتزان حتى الأربعة يشتغلوا مع بعض، يصل بالتحديد أمام الرب يسوع المسيح. المسيح رأى إيمانهم، مكتوب رأى إيمانهم، كانوا مؤمنون محبون، يعني محبة بكل معنى الكلمة. ما يأسوش أنه رجعوا يقولوا مرة تانية ويمكن ما فيش نصيب، لا لا، أصروا، كانوا محبون، مضحون بكل معنى الكلمة، مصرون يعني بإصرار عنيد أنه لازم يصلوا لشخص المسيح. خلاقون، يعني إذا ما قدرت شفوت من الباب ولا من الشباك ممكن حتى أدخل من السقف حتى أصل، يمكن هاي تكون الفرصة الأخيرة في حياتي.
طلعوا على السقف ودلوا هذا المفلوج. لم يبالوا بالصعوبات. في ناس أول ما بتشوف الصعوبات تبتدي تعطي الأعذار لأنفسها، لكن ثابروا ولم يبالوا بالصعوبات. الشيء الجميل أن الأربعة كانوا متعاونون، يعني تنزيل الشخص لازم يحتاج لتوازن حقيقي ولإدارة حقيقي، فكان في تعاون مشترك، ولما بيكون في تعاون يا لقوة العمل. ثم طبعا واثقون وجسرون إنه لو وصلنا المريض ليسوع المسيح سوف يشفى من مرضه. وبالفعل الرب يسوع بارك إيمانهم وبارك ثباتهم في شخصه ورد هذا الاعتبار لهم أنه شفى هذا المريض، بل مدح إيمان هؤلاء الأربعة. احنا على المدخل الرئيسي لبلدة كفر نحوم، تعتبر بلد المسيح او وطن المسيح الثاني. مثل ما شايفين هذه بعض الاثارات القديمة لكفر نحوم، كان فيها شوارع، كان فيها ابراج، كان فيها حركة كبيرة، ومعظم الابنية من الحجارة البازلتية السوداء، لانه هي في غور الاردن منطقة براكين. في هذه المنطقة تم عدة اكتشافات في كفر نحوم. واحدة من الأشياء المشهورة طبعا في هذه المناطق، بلادنا هي بتكثر بشجر الزيتون. هذه معصرة قديمة مثل ما شايفين، وين مكتوب في الإنجليزي أوليف بريس، الحجر الكبير، وهذا حجر رحى، فبيديروا حجر رحى بواسطة حيوان حمار، ممكن يكون مع خشبة، بيبرم حول المعصرة حتى يطحن الزيتون، وبعد ما يطحن الزيتون بحطوها في القفف سلال يعني، والسلال بيرفعوا الحجر مثل ما ذكرت، بحطوها هناك فوق بعض، والحجر بيبتدي يضغط ينزل الزيت في الوعاء الكبير مصنوع من الحجر. الزيتون طبعا يعتبر شجرة الحياة في هذه المناطق، تستخدم للطب والعلاج، للأكل والشرب والصابون. طبعا لما كانوا يعصروا الزيتون العصرة الأولى اللي هي بنسميها إكسترا فيرجين أويل، اللي العصرة الأولى، هذه العصرة كانوا يستخدموها للهيكل، وبيستخدموها للسراج في المجامع وللإنارة. وطبعا لما بتوكل هذا الزيت مفيد جدا للكوليسترول الكويس في الجسم، حتى اليوم الأطباء بنصحوا في هذا الموضوع. العصرة الثانية طبعا الزيت، والعصرة الثالثة كان يصنع منها الصابون والكريمات وكل هذه الأنواع التنظيف أو الكريمات اللي بتهتم في الجسم. كمان بتشوفوا مطاحن للقمح، عدة مطاحن للقمح في هذه المنطقة. تم العثور على حجر في هذا المكان، والكلمات بتقول حلف بار زبيدة بار يوخنان عيفد هادين عمودا تيلا برختا، بتتكلم عن هذا العمود من تقدم من حلف ابن زبدي ابن يوحنا، وبيتكلم انه اعطى تقدمه، والتقدمه طبعا للمجمع هون في كفر نحوم. كان عاده في القديم اللي بيعطي تقدمه يكتبوا اسمه على الحجر. فطبعا ايش الاحتمال انه يكون عائله متى في هذا المكان؟ كانت البلد صغير، واحنا بنعرف في القديم كانت عائلات وعشائر، فحتما هذا الشخص بيكون من عائله متى ابن حلفه، فوجدوا هذا الحجر بالكتابه هون. في كمان حاجه حلوه، اكتشفوا حجر بعود لأيام الرومان في عصر الإمبراطور أو قيصر هيدريان، وهاي الأحجار كانت بتعد المسافات في أيام الرومان. الرومان كانوا مشهورين في بناء وتعبيد الطرق. واحد من الطريق المشهور في هذا المكان هو طريق فيا مارس، طريق البحر اللي كان يربط أرض ما بين النهرين، العراق اليوم
مع مصر في الجنوب. حتى يعرفوا المسافات كان يحطوا حجارة تعبر عن المسافة اللي مشيوها. فطبعا اكتشاف حلو بعبر انه كيف كانت الطرق منظمة ومرتبة في أيام الرومان. طبعا هذه الحجارة معظمها من المجمع الكبير، بتشوف في أشكال ورسومات على هذه الحجارة، هي عبارة عن رسومات يهودية من القرن طبعا الرابع والخامس ميلادي. عزيزي، في هذا الجزء من الحلقة أريد أن أركز على شخصية المسيح، شخصية فريدة رائعة مميزة. ما أجمل هذا الشخص الرائع البديع. نتعلم عدة أمور. أولا، علمه الغير محدود، فهو العالم في كل شيء. واضح أنه رأى أولا إيمان الأربعة، رأى إيمانهم يقول الكتاب، يعني عرف أن الخطوة اللي عملوها عملوها بالإيمان. مش بس هيك، رأى إيمان وخطية المفلوج، يعني تشوف الإيمان تقول طب حفروا السقف، هدول جايين بإيمان بمثابرة، كيف ممكن يعرف ويشوف خطية الإنسان في الداخل؟ هذا هو المسيح العالم في كل شيء. شيء آخر، عرف بل كشف بل فضح أفكار الفريسيين. قال لماذا تفكرون في قلوبكم؟ يعني سمعهن وهن بتمتموا في داخلهن، يتكلم بتجاديف، لا يقدر أحد أن يغفر الخطايا إلا الله. في الحال قال لماذا تفكرون في قلوبكم، كانت صدمة لإلهن، كيف عرف أن احنا منفكر في هالموضوع؟ هو العالم بكل شيء. شيء الثاني، منشوف سلطانه الغير محدود، هو القادر على كل شيء. نعم، هذا السلطان أنه غفر الخطية، يا بني مغفورة لك خطاياك. السؤال، من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله؟ إحنا شفنا المسيح الخالق الذي يخلق من خلال معجزاته، شفنا المسيح الذي يشفي، الذي يخرج الأرواح الشريرة النجسة، شفنا أنه القادر على كل شيء، له الجلال والسلطان، بس كمان في نفس الوقت أنه قادر أن يغفر الخطية. مين اللي عنده السلطان أن يقول يا بني مغفورة لك خطاياك؟ المسيح ما كانش يشك بنفسه، عارف أنه هو ابن الله، الله الظاهر في الجسد، كان يعلم أنه جاء لهذا الغرض ليعالج المشكلة الرئيسية والمشكلة اللي حطمت قلوب الكثيرين، مشكلة الخطية. فغفر الخطية لأنه المشكلة الرئيسية والرسمية في حياة هذا المريض الخطية، فغفر الخطية. والشيء الطبيعي والتلقائي أنه شفى الجسد، لك أقول قم. لاحظ سلطانه، يا بني مغفورة لك خطاياك. لاحظ سلطانه لما شفى الجسد، لك أقول قم، يعني بيتكلم بسلطان. هذه المعجزة أعماله الإلهية تلقائية ذاتية كانت ملازمة للمسيح، حيث حضر المسيح المعجزات والخلق والغفران شيء طبيعي. فهذا هو شخص المسيح الرائع البارع. فهذا يعتبر إعلان، مش بس جديد، إعلان عظيم عن نفسه. بنسمع أن الأنبياء كانوا يصنعوا معجزة باسم الله، لكن المسيح في أي مكان يذهب، ذهب أمام الميت فأقام الميت، المفلوج شفى المفلوج، أخرج الأرواح الشريرة، كان يشفي، كان يعني معجزات تلقائية من ذاته. ثم أيضا نشوف شيء ثالث، حكمته الغير محدودة، فهو المعلم الحكيم الذي يتواصل بحكمة
عظيمة وفائقة جدا. حكمته بنشوف انه اكتشف الحاجة الحقيقية للمريض. الحاجة الحقيقية انه مرضه كان بسبب خطيته، انه مصاب بمرض مزدوج، مرض روحي طبعا ومرض جسدي. المرض الروحي وطبعا هذا هو الحقيقة اللي كان لازم يواجهه فيها، انه يشفي هذا المرض الحقيقي. وطبعا المرض الجسدي هو مرض الفالج. ثم ايضا عرف الحجة اللي أعداؤه الفريسيين المتدينين اللي كانوا موجودين في بيت مثل هذا البيت، كأنه استل السيف ومسك هذا السيف وخرطوا في أعدائهم، أي أنه أجابهم بالسيف اللي كانوا عاوزين يضربوا فيه، بالسيف هو ضربهم وانتصر عليهم، لأنهم جاءوا لينتقدوا فأظهر وبرهن حكمته في التعامل معهم، سلطانه أنه شفى وغفر خطية هذا المريض. ثم أيضا في هذا الموضوع شرح عن روح الشريعة الحقيقية. الله محب، الله حنان، جاء ليغفر، جاء ليشفي قلوب الناس، مش على أساس أنك الدين وتراقب وتضع الإصبع والشكاية على الآخرين. ثم أخيرا أحبائي نرى محبة الغير محدودة. هذه المحبة ظهرت من خلال عطاء الغير محدود للروح والجسد. يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه وأعاد للموت الحياة بفعل حب قائم، فشفى السقيم المقعد، أعطى الضرير البصر، أمواج بحر هدأ، جمعا غفيرا أشبع. يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه وجموع جاءت تسمعك، تعلم من حكمة فاك، ففتحت الثغر وعلمت، أشبعت قلوبا بغناك. ساعات عبرت والجمع آلاف احتشدت قد جاعوا، والخبز قليل والسمك غلاما يشبع بالكاد، غلاما يشبع بالكاد. فنظرت في حب لهم، أشبعت جوع جسدهم. يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه. أعزائي في الختام أريد أن أقول، جاء الحاملون الأربعة ودلوا المفلوج من السقف أمام الرب يسوع، ولم يخيب آمالهم، بل شفى هذا المريض وأرجعه معهم، بل شجعهم ومدح إيمانهم أيضا. هذا هو المسيح الرائع البديع. لربما أنت مصاب بمرض فالج الخطية، ولربما أنت مصاب بمرض جسدي، ولربما إرادتك مشلولة وقراراتك مشلولة، وبتحس إنه حياتك محمولة على السرير كما هذا الفالج، بتشعر إنه حياتك كأنه في الشيطان يسيرها، وإنه قراراتك إنه الشيطان بشكل مستمر ضربي ورا ضربي ورا ضربي، إلى درجة شعرت إنه إرادتك تشلت وإنه أصبحت فالج روحيا وعينيك مغمضة. أدعوك الآن إلى يسوع المسيح. لازم تعمل شيء مثل ما عمل الحاملون الأربعة، تيجي أنت بنفسك أمام المسيح. المسيح حاضر في كل مكان، وهو العارف كل القلوب، هو يعرف قلبك ويعرف أسرارك أيضا. والمسيح غرضه مش يفضح الناس، بالعكس، مهما كانت خطيتك أو خطيتك فظيعة، ويمكن بسبب الخطية بتشعر بذل وبهدلة وأن حياتك انحنت إلى الأرض، تعال أمام المسيح.
بحول نقطة الضعف في حياتك إلى مصدر قوة. تصبح حياتك شهادة حية أمام الجميع، كما هذا الذي حمل سريره أمام الجمهور جميعا أثبت أن خطاياه غفرت وأن جسده قد شفي. المسيح حاضر معك، ما تضوع فرصة، ما تستحي. يمكن هاي الفرصة تقول بالفعل يمكن أنا اللي محتاج لهذا الشفاء، أنا محتاج لغفران الخطية، أنا محتاج للمسة إلهية. خرجت قوة لشفائهم. إن قوة شفاء المسيح ملازمة في حضور المسيح في كل مكان، الذي قال عن نفسه: ها أنا معكم كل الأيام. هو معك في مرضك، في ظروفك، في ضعفك، في قراراتك المهزوزة، في فشلك. قادر يحول الفشل إلى نجاح، والظلمة إلى نور، والهزيمة والكسرة إلى نصرة، ويرد اعتبارك، فتصبح أنت شاهد وتسبح وتحمد الرب بكم صنع بك ورحمك. أصلي من كل قلبي أن الرب يشفيك، يشفي إرادتك، يشفي روحك، ويشفي جسدك أيضا. إذا محتاج للصلاة أطلب الرب، هو يسرع لمعونتك ونجاتك. وأيضا إذا بتحب نساعدك بالصلاة، رقم الهاتف موجود أمامك، الإيميل أو العنوان، يمكنك أن تتصل أو تكتب لنا حتى أسمع منك. إلى اللقاء. الرب يشفيك، الرب يحميك، والرب يباركك.